طبعا كلام اللي ذكره يمكن اخونا عمر او علقته عليه بالنسبه لاحتياجات الاتحاد، انا اتصور نعم فعلا الاتحاد هو اللي وضع نفسه في هذه الورطه حتى اخر لحظه، لانه عارف ان المشكله الحقيقيه عنده في خط الدفاع. ما شاء الله تبارك الله الثلث الهجومي جميل بس انا كان شدني تعليق اخوي فيصل لما ذكر قال الان تتكلمون على الاتحاد وانه كانكم تتفزعون، الاتحاد وينكم ايام الهلال؟ اخوي فيصل الهلال في ذيك الفتره ما حد انكر على الهلال انه ما حد بيوقف مع الهلال في تدعيمه في صفوفه، هذا حق من حقوقه. لكن اللي صار له في قضيه التدابير الوقتيه اللي ذكرتها اعتقد هذا قانون وهذا امر فصل فيه، فبالتالي من اللي يقدر يعمل يعني شيء؟ يعني هل تبي انت تجي والله حاجه استثنائيه عشان الهلال يبغى يشارك في كاس العالم للانديه؟ لا والله احنا لازم نشوف له حل، ندبر له يمين يسار، هذا بيقدر نعملها. لا سيما اذا كان هذا الكلام على الموضوع في يوم من الايام يا اخي، ترى اذا احنا قرانا واستمعنا، بل احنا استمعنا لاعضاء الاتحاد الاسيوي، في يوم من الايام الهلال انسحب من البطوله الاسيويه وخرج عضو من الاعضاء الاتحاد الاسيوي قال احنا وقفنا مع الهلال، والا الانسحاب كان ممكن يعاقب سنتين وبالتالي لا يستطيع ان يلعب البطوله اللي بعدها ولا يصعد يشارك كاس العالم. وبالتالي صرح هذا التصريح، اعتقد انه مو صرح هذا التصريح صرح هذا التصريح تقصد محمد القاسم؟ لا عراقي انا عضو الاتحاد الاسيوي ما يحضر لي اسمه الان، ممكن الشباب يذكرونه. خرج قال نعم احنا وقفنا مع الهلال حتى لا يعاقب. هذا العراقي وش منصبه يعني في الاتحاد الاسيوي؟ نعم صح؟ نعم. طيب يعني ما لها علاقه الحين احنا في الاتحاد المحلي؟ لا لا لا. الشيء الثاني وش الفرق بين الكلام اللي قاله فيصل والكلام اللي قاله عمر؟ عمر يقول يتكلم، ومع انه رجع ثاني مره واكد كلامه. قال انا ما قلت لازم، انا قاعد اقول الاتحاد يعني انه يدعم، يعني مثلا الهلال او النصر او اي احد الاتحاد عنده يحتاج الى لاعب معين، والله اذا النصر بيوافق، اذا الهلال بيوافق، اذا الشباب بيوافق هذا الشيء. لكن لما دخل اخوي فيصل وذكر وقال وينكم انتم عن الهلال لما كان يستعد بطوله الانديه، انا قلت له هنا فرق، في فرق من اللي هذه واضحه وضحتها. لا 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 انا اللي اقصد انه حتى مساله الكلام اللي ذكره عمر، اذا كان موضوع والله فيه عرض يقدم للاعب يوافق عليه الهلال، هذه مسؤولية الهلال وهذا يعني الاحتراف، هذا الاحتراف. لكن الطريقة اللي قال فيها عمر طريقة مختلفة عن مسألة انك تقدم عرض للاعب، كأنه يطلب المساعدة في هذا التوقيت. نعم صح. هذا الفرق. بس رجع وقال، قال انا ما اقول اترك رجع وقال ضروري ان الهلال يوافق على هذا الامر. خلنا نسمع اول شيء ابو ابراهيم.